الله يا الله يا الواحد الغاني، الله الله يا الله فرج علينا، الله الله يا الله يا الواحد الغاني، الله الله يا الله فرج علينا بجاه النبي. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم معكم فيديو جديد اللي غادي نمشيو لواحد البلاصه دايره فيها الصديقه ديالي واحد الصداقه، وهاد البلاصه سميتها اين تور، والمفروض تمشي معايا سنه ولكن عجزت ما قدرت انها تمشي. المهم يلاه معايا وتشوفوا الصداقه ديال الصديقه ديالي وتمتعوا عينيكم بشويه الخضوره. يلاه تمشوا معايا. المكان هنايا هادئ بزاف بزاف، اللي بغى يتكالما يجي هنايا، واللي بغى يحل عينيه في الخضوره ما شاء الله تبارك الله. واخا ما كايناش بزاف ولكن الحمد لله، هاد الشيء من فضل ربي الحمد لله. وها هو وصلنا للجامع اللي راه دايره فيه الاخت ليلى الصداقه. هي ما كايناش ودارت لصحاب الدوار هنايا باش يتجمعوا، وتقريبا كل مره كيديروا هنايا الصداقه، ونتمنوا تكون ميزان حسناتها. شوفوا تبارك الله، هذا الفدان ديال الفول دايرينو غير هنايا قدام الدار ديالهم هاد الناس اللي هنايا، وما شاء الله ربي سخر فيه تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله يا ربي. هذه دار هذه واحد القطعة ديال الأرض غادي يبيعوها، باغي الناس يبيعوها هنايا، طالبين فيها 40 مليون، اللي عنده الغرض بيها يجي يشريها. غادي تجي هنا واحد الفيلا واعرة مع واحد لابيسين، ما نقولكمش كي غادي تجي قابضة. وهاد البلاصة الخردة ديال الواطا، أنا في الأول كنت كنشوف هاد البلاصة من البعيد، كنت ديما كنقول واش كاينة شي وعدة هنايا، كل مره حتى اكتشف الامر بلي هنايا الخرده ديال الواطا كيديروهم هنايا. ما شاء الله ما شاء الله، اللي خاصه الخلي ديال العيد ها هو الخير تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله يا ربي. شوفوا تبارك الله الخبيز اللي راه هنايا، نتوما عارفين بلي الخبيز صحيه ما شاء الله تبارك الله. جعنينا بجاه النبي اللي عظيم الشريف العدناني، بجاه العمار كاملين اهل المدينه، شهد عليا يا نهاري ولحالك واني، فجي ربي دورنا وجري على الحزان، سيدي مال الزاوية خوات متسبيح اخواني، لا صلاة فيها لا ذكر يبكي ولا حيطان، الله الله يا الله يا الواحد الغاني، الله الله يا الله فرج علينا، الله الله يا الله يا الواحد الغاني، الله الله يا الله فرج علينا. دي هي اين تور اللي راح نصوره لكم، وإلا شفتوا ها هي كرقاده راه تبان غير شويه، والطريق هذيك الطريق الرئيسيه اللي كتدي لوجده
كتدي البركان وكتدي الوجدة، وهاديك عين الرقادة. والان ها كانت هذه هي الجوله ديالنا لاين تور، وراح ندرك هودنا وجينا لقينا هنايا هاد الاحصنه. بغيت نوريهمكم هنا كيجيو الناس كيركبوا على هاد الاحصنه وكيمشيو للدوار ديال اين تور. ها هي البلاصه قريبه على الطريق الرئيسيه اللي كتدي البركان وجده، ها هي الطريق، وها هما الاحصنه اللي بغى يدير جوله بالحصان يجي لهاد البلاصه. ومع الاحصنه كاينه حتى مقهى مازال ما حلوهاش، ولكن عما قريب ان شاء الله غادي يحلوها. هيا المقهى، وها هو الارض الزراعيه، وها هي الطريق، يعني ماشي بعيده على الطريق نهائيا، واحد شويه وصافي. وها هي اللي بغى يشرب الحليب ديال الناقة، كاين هنايا حليب الناقة والعسل الحر، وكيبيعوا حتى البيض البلدي. بارك الله ما شاء الله، بارك الله، هما الجمال تبارك الله. ها هما ها هما بحال اللي رحنا في الصحراء، كنجمل نشوفوه غير في الصحراء حتى ولا في الرقادة. تبارك الله ما شاء الله، ها هو الجمل ما شاء الله. كوكو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك يا ربي. اللي بغى يشرب الحليب ديال الناقة راه مفيد بزاف للصحة، يجي هنا لهاد البلاصة. ودابا نقول لكم بالسلامة، وكانت هذه هي الجولة ديالنا لأين تور، ويا خسارة ما كانتش معنا سنة. المهم مرة أخرى إن شاء الله، هاد النهار عجزت ما بغاش تجي، وإن شاء الله تجي مرة أخرى، وما تنساوش تدعمونا. ويلا بسلامة، نبغيكم بزاف، يلا بسلامة. الليل الليلة 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 ال